كل كاميرات العالم في لحظه استثنائيه كانت موجهه الى منصه محكمه العدل الدوليه كانت السيده الامريكيه جوان ايدينوغو رئيسه المحكمه تتلو قرار الحكم المحكمه دعت اسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان قطاع غزه واتخاذ اجراءات لمنع التحريض على الاباده الجماعيه وباغلبيه اصوات الاعضاء رفضت المحكمه طلب اسرائيل باسقاط قضيه جنوب افريقيا قائله ان الشروط متوفره لفرض تدابير المؤقته 16 من القضاه مع القرار مقابل قاض واحد ضده يجب على اسرائيل ان تتخذ جميع الاجراءات لمنع التحريض على الاباده الجماعيه تجاه الفلسطينيين في قطاع غزه والمعاقبه عليها ورغم رضاها عن كل ما حصل الا ان جنوب افريقيا قالت على لسان وزير خارجيتها في اول تعليق لها على الحكم انه من دون قرار بوقف اطلاق النار فلا يمكن تطبيق القرارات الصادره أود أن تكون كلمة وقف إطلاق النار جزءا من قرار المحكمة ولكن القرار كما صدر لا يمكن أن ينفذ بوقف إطلاق النار وهناك أمر بتقديم تقرير للمراقبة والمتابعة وتنفيذ تلك الأوامر صحيفة يدعوت أحرنوت نقلت عن مسؤولين حكوميين إسرائيليين قولهم إن القرار هو أفضل ما يمكن أن تحصل عليه إسرائيل ولذا فالقتال سيستمر كالمعتاد وهو ما لبث أن قاله بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلي حين قال تعقيبا على قرار المحكمة أن مسألة استمرار القتال في غزة أمر مقدس على حد وصفه لا يوجد حرب عادلة أكثر من تلك التي تخوضها إسرائيل مجرد الإدعاء بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين هذا ليس كذبا بل إنه أمر مشين حركه حماس من جانبها قالت ان القرار تطور مهم سيسهم في عزل اسرائيل وفتح جرائمها في غزه كما يفعل هؤلاء ينتظمون منذ عده اسابيع امام محكمه العدل الدوليه متحفظين على الحكم لكنهم راضون يقولون انها خطوه صحيحه في طريق محاسبه اسرائيل